عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال لي سيري دو فونكسيون على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لو كونفيرجونس نورمال اي لا كونفيرجونس ابسولومون. نشوفوا ديفينيسيون ديال لو كونفيرجونس نورمال اش كتقول لك، سوا واحد لا سيري دو فونكسيون ديفيني سور اي، واحد المجال اي ضمن ار. اون ا ديت كو لا سيري دو فونكسيون convergence normale. Pourquoi est-ce qu'on convergence normale sur واحد المجال اي سي تحقق هاد لو كونديسيون هادي هاد لا سيري هادي كونفيرجون خاصها تكون كونفيرجون هاد لو بون سوبيريو لا سوم ديال لو بون سوبيريو ديال او ان خاصها تكون كونفيرجون. وفوقاش كنقولوا ان واحد لا سيري دو فونكسيون انها كونفيرجون ابسولومون سي كان لا سيري لا سوم ديال لو فالور ابسو هادي راه لو فالور ابسولي ديال او ان لو فالور ابسولي هادي ماشي لو بون سوبيريو لو فالور ابسولي لو فالور ابسولي كونفيرجون. نشوفوا اشنو الفرق ما بين هادي هادي اشنو هي هادي اشنو خاصنا نبينو باش نبينو ان كونفيرجون نورمال خاصنا نبينو ان لا سوم ديال لو بون سوبيريو اي كونفيرجونس يعني اي كونفيرجونس شكون هو هذا لو بون سي بي شكون هو هذا لو بون سي بي هو سوب ديال سوب ديال لو فالور ابسولي ديال او ان هذا هو لو بون سي بي هذا اكس كينتمي ل ان كينتمي هذا هو لو بون سي بي هو سوب ديال لو فالور ابسولي دو ان هذه كنمونطريوها انها كونفيرجون يعني ان لا سوم ديال او ان اي كونفيرجون فان لا سوم ديال فان عفوا كنمونطريو ان هاد لا سوم هادي لا سوم دو ديال لا بون سوبيريو ان كونفيرجون يعني ان لا سوم ديال او ان هاد لا سيري دو فونكسيون هادي اي كونفيرجون نورمال صافي الى بينتي ان هذه كونفيرجونس فان ان كونفيرجونس نورمال فان هذه لا سيري دو فونكسيون اي كونفيرجونس نورمال و الى بغيتي تبين انها كونفيرجون ابسولومون كتبين ان لا سوم ديال ان ديال لو فالور ابسولي لو فالور ابسولي ديال او ان هادي لو فالور ابسولي ولكن هادي لو بون سوبيريور الفرق بيناتهم انها كونفيرج صافي وفوقاش يعني ان لا سوم يعني ان لا سيري دو فونكسيون او ان اي كونفيرج اي نو كونفيرج ابسولومون صافي فوقاش راه كونفيرج ابسولومون بين ان لو فالور ابسولي ديال لا سوم ديال او ان اي كونفيرجون و الى بين لا سوب ديال هادي اي كونفيرجون صافي نمحيو هاد البارتي نشوفو هاد ليكزومبل باش نبينوها انها واش كونفيرجون نورمال ولا ابسولومون ولا انها نو با كونفيرجون. الوغ كيما كنشوفو ان هاد ليكزومبل اش كيعطينا عطينا لا سوم ديال سينوس ان على اكس على ان او كاري. هنايا كيما العادة اشنو غنديرو عندنا لا لو فالور ابسولي ديال سينوس ان x على n او كاري اصغر او يساوي واحد على n او كاري. علاش؟ لان سينوس x محصور ما بين الواحد والناقص واحد يعني ان واحد هو اكبر عليه يعني عوضناه بواحد يعني ان واحد على n او كاري كبر من هذا. وشنو كتفكرك هادي اشنو هادي لا سيري ديال اش هادي اللي درناها هكا السيري ديال اش هادي سيري دو ريميا اشنو كتقولك سيري دو ريميا الا كان هاد الفا هذا كبر من واحد فانها كونفيرجونت يعني ان هاد لا سيري هادي اي كونفيرجونت صافي عندنا ان هاد لا سيري كونفيرجونت وعندنا ان هادي بوزيتيف يعني انها بوزيتيف اي كونفيرجونت. اش كتقولنا تيوريم دو ماجورون عندنا بوزيتيف وعندنا انها ماجورون بواحد لا سيري غيال عندنا ان هادي انها ماجورون بواحد لا سيري غيال وهاد لا سيري غيال كونفيرجونت يعني انها كوسينوس ان ديال اكس على ان او كاري اي كونفيرجونس نورمي
ياك نورمال عفوا يعني انها كونفيرجونس نورمال. بالنسبه للتيوري دو ماجور ما درناش يمكن نديرو في الحصه الجايه نديرو تيوريمات بجوج اللي باش كتحددها انها نورمال. هذه تيوريم دو ماجورون كتبين ان واحد 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 لا سيري واحد لا سيري غير كبر من هذه من 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 هذه لا سيري هذه كبر من هذه لا سيري بتحسب تبين انها نورمال خاصها تكون كبر منها وخاصها تكون هذيك اللي هذه خاصها تكون كونفيرجون كونفيرجون. الا كان هنا واحد اكزومبل هنا واحد نديرو هنا كان واحد ياك نديرو نورمال كما العاده هذه سينوس ان دو اكس على الفالور ابسولي ديال هادي اكبر او يساوي من هنا ديال واحد على ان اس واحد. اش كتقول هذاك تيوريم دو ريميان كتقولك الى هذا كان اكبر قطعا من واحد فانه كونفيرجونس اكبر او يساوي واحد فانه ديفيرجون يعني ان ما تحققش لو كونديسيون يعني ان هادي ماشي نو با كونفيرجونس صافي نورمال. بالنسبه للتيوريم ديال ماجورون اللي درنا دابا غادي نديروها في الحصه الجايه ان شاء الله نحيو هاد البارتي باش نكملو الكور ديالنا. الو نشوف واحد رومارك ضروري كونفيرجونس نورمال يعني انه اذا كانت كونفيرجونس نورمال فانها كونفيرجونس يونيفورم فانها كونفيرجونس ابسولمون فانها كونفيرجونس سامبل صافي. اذا كانت كونفيرجونس نورمال فانها كونفيرجونس سامبل إذا كانت كونفيرجونس نورمال فإنها كونفيرجونس إنيفورم وإذا كانت كونفيرجونس نورمال فإنها كونفيرجونس أبسولمون صافي. إذا كانت كونفيرجونس إنيفورم يعني أن هادشي شفناه فإنها كونفيرجونس سامبل وإذا كانت كونفيرجونس أبسولمون فإنها كونفيرجونس سامبل. بالنسبة لهاد البارتي اللي خاصك تحفظوها لأن كيعطيها لكم البروف كيقول بين أن كونفيرجونس نورمال وعاوتاني في الكيستيون جات كيقول بين أن كونفيرجونس إنيفورم ولا كونفيرجونس سامبل كتقول بما أن كونفيرجونس نورمال أون ديريكتومون فإنها كونفيرجونس سامبل ولا كونفيرجونس إنيفورم ولا كونفيرجونس أبسولمون. نتمنى أنكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الحصة الجاية إن شاء الله غادي نديرو ديك الميثود كيفاش نبينوها أنها نورمال والمسائل نشوفو دو ميثود ديال ماجوراسيون ديال ماجوراسيون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله هنا راه او كاري باش تعطينا انها كونفيرجونس نورمال. لي سيري نيميريك رجعوا لي سيري نيميريك كتحتاجوهم بزاف باش نكالكيو واش كونفيرجونس ولا ديفيرجونس صافي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لا سيري دو فونكسيون.